يقول صلى الله عليه وسلم: جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. في الوقت الآخر يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي حديث أبي ثعلبة: للعامل منه أجر 50. قيل: يا رسول الله، منا أو منه؟ قال: بل منكم. وأسباب ذلك كثرة الأعداء وكثرة دعاة الضلالة وقلة الأنصار وقلة المعين على الحق مع كثرة الشبه. هذا صراع بين الحق والباطل في آخر الزمان شديد، فلا بد من صبر.